دخلت شارع الاستقلال واشتريت السميت اللي هي أكلة شارع التركية المعروفة. سخنة طازة. شارع الاستقلال هو شارع طويل تقريبا من ميدان تقسيم بوصل لبرج جلاتا. الشارع كلياته محلات للتسوق، في عنا ملابس، في عنا أكل شارع، في عنا مطاعم، كل شيء موجود هون. طول الشارع تقريبا كيلومتر. مكان حلو، ممكن تجلس في كافيه معين، ممكن تاخد سميت. وهيك في نهاية شارع الاستقلال ندخل بهذا الشارع الصغير الزقة اللي بتوصلنا على مكان مهم جدا تاريخيا، برج جلاتا. هذا المكان هو واحد من رموز مدينة اسطنبول، مهم جدا كل واحد بوصل اسطنبول يزوره. هو فعليا برج موجود من القرن 14، كان يستخدم للمراقبة، وحتى هلأ بتقدر تزوره وتوقف فوق على راس البرج. للأسف اليوم مسكر، كان بدي أطلع، لكن من فوق عنا إطلالة كاملة على مدينة اسطنبول من فوق. أكيد ما في حدا بوصل اسطنبول بدون ما ياخد الصورة مع هذا المكان. شو رأيكم خلينا نقعد ناخد استراحة صغيرة، نشرب لنا كاسة شاي تركي ونروق. يلا بينا. وقفت بواحد من الكافيهات الصغيرة قدام برج غلاتة بالضبط وأخذت كاسة الشاي. الشاي طبعا موجود في كل الزقاق في تركيا، طعمه شوي مر، مختلف عن الشاي اللي بنعرفه. برج غلاتة طوله 70 متر تقريبا، من فوق بتشوف اسطنبول كلياتها. هلا بدنا ننزل من فوق على الجبل من عند غلاتة إلى النهر تحت عند البسفور، نشوف شو الوضع هناك وشو المناطق المختلفة اللي عندنا تحت. بعد ما ننزل من جهة غلاتة من فوق في الجبل الصغير هذا، بنلاقي حالنا عن نهر البسفور. هذا النهر اللي بيقطع اسطنبول بين الآسيوية والأوروبية. هاي المنطقة اسمها الإمنونو. إمنونو أكتر شيء مشهور فيها هم هدول السفن الصغار اللي عنا هون اللي بيبيعوا السمك. تقدر تيجي على واحدة منهم وتطلب سندويشة سمك، بيعملوا لك إياها على السريع وبتجربها. لكن شخصيا مش كثير بحبها لانه بكون في شوك بالسمك. ممكن تيجوا تجربوها اذا بتحبوا، بس انا راح اكمل من هون وامشي باتجاه مكان اسمه السوق المصري. السوق المصري، سوق طراز عثماني كالعاده. سموه السوق المصري لانه في روايتين. الروايه الاولى بتحكي انه كانوا السفن اللي تيجي من مصر وتنزل بضاعه ينزلوها عن نهر البسفور وتنزل فورا في هذا المكان لانه جاي على النهر تحديدا، فسموه السوق المصري. الروايه الثانيه بتحكي لانه كان سوق ذره، وبالتركي مصر يعني ذره، فبالتالي ممكن يكون هاي القصه. زي ما انتم شايفين هو